جريندو. اسلام ابو سليمه تخبط الكره وتوصل عند الياس. بص الكنترول من التونسي، الياس والعرضيه على القائم البعيد لوحده يردها حلوه لحسين، حسين ولكن احمد الشيمي. ويدي ايه حكم اللقاء؟ يدي ايه حكم اللقاء؟ مديها لمسه يد ولا مديها ايه؟ مديها لصالح النادي المصري، مديها لصالح النادي المصري. اعتراض من احمد الشيمي للاعب حسين السيد. خلينا نشوف البنالتي الاول، خلينا نشوف البنالتي الاول، خلينا نشوف ابو السعود. لازم يرجع، خلاص لازم يرجع، خلاص لازم يرجع يقف على خط الجول. ايه اللي بيعمله ابو السعود؟ كرة عند نقطة البنالتي، قول للحكم وهيروح يتأكد ان الكرة عند نقطة البنالتي. اللعيبة جوه ال 18 او جوه القوس هيأكد ان هم يطلعوا بره. رجلك على الخط ما تتحركش قبل ما يشوط، الكلام ده حفظناه، كلنا حفظناه. صفارة العتباني، الياس، الياس يسجل، الياس، الياس الجلاسي يسجل هدف التعادل للنادي المصري 2-2، ولسه الماتش فيه 4 اهداف واحنا طماعين. لسه عندنا تلت ساعة، لسه عندنا تلت ساعة، ولسه عندنا المقاولين عايز يرجع للقاهرة ب3 نقاط، وعندنا النادي المصري عايز يروح بورسعيد ويحتفل مع جمهوره ب3 نقاط. مش ممكن الياس الجلاسي، ابو السعود في حتة والكورة في حتة. الياس يسجل في الدقيقة 71. الياس الجلاسي من ضربة جزاء